السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اللي نبارطاجي معكم واحد الكيك بواحد الطبقه ديال الكريمه الحامض. هذا وقت الحامض كنستغلوه، نحاولوا نستغلوه بكميه. سبحان الله، اي حاجه كتجي في وقتها الا عندها منافع ديالها. هذا واحد الكيك اللي صراحه بسيط واقتصادي، بواحد الكريمه اللي بنسمه الحامض. ان شاء الله كتجي الكيك كيجي رطب، وطبقات الكريمه كتجي منعشه للمحبين الحوامض. فايت لي انني نزلت معكم واحد الكيك حتى هو بكريمه ديال المندرين، حتى هي جات رائعه. مقادير بساط والطريقه سهله. ندوزوا للطريقه ان شاء الله. انا من طبيعه الحال دائما يكون عندكم البيض خارج من الثلاجه، واخا دابا نتخرج من الثلاجه الدنيا بارده، الحال بارد، نحاولوا نحطوا شويه الماء دافي باش يطلع لينا دغيا. هنا درت واحد ثلاثه البيضات مع قبيصه الملحه، ونحاولوا نطلعوا هذا البيض مزيان. قد ما طلع البيض مزيان الا وكنحصلوا على واحد النتيجه ديال الكيك يكون رطب، وحتى اللون ديالو كيجي داك الكيك اللي الابيض وكيجي رطب، وحتى في الشكل كيجي زوين. اذا ضروري البيض بوحدو يطلع مزيان هو الاول مع قبيصه الملحه. وهنا غادي نضيف واحد نص كاس ما عمرش ديال السكر سنيده. هنا نقصت السكر، ما درتش كاس لاروب ديال العنبه ديال سنيده، لانني غادي تسقى الكيك. هنا ديما نديرو داك التوازن، الا كنا عارفين بان الكيك غادي نسقيوه اما بالقهوه اما بالماء والسكر نقصوا من الحلاوه. هنا ضفت هنا واحد كاس لاروب ديال الزيت، تدريجيا كنضيفوا الزيت. هنا ذكرت لكم الاخوات دائما نديروا واحد المعادله، الا كان الكيك غادي نسقيوه نقصوا الكميه السكر. هذا بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغوش داك الكيك يجي هكاك مجهد بالسكر، هكا ديروا دوك المعادله. فيما كنعرف ان تكون الكريمه ولا يتسقى كنقصوا الحلاوه في الكيك باش هكا يجينا واحد الانسجام في الكيك، وما يجيش حلو بزاف وقاطع علينا بالسكر. هنا من بعد ما خلطت مزيان داك سنيده وتاكدت انها دابت ليا، انا غادي نضيف واحد الكاس لاروب ديال الحليب، وتا هو حاولوا ما يكونش بارد، يكونوا ديما العناصر كلهم في درجه الحراره واحده باش ما يهبطش لينا البيض. وهنايا تقدروا تنسموا بالفاني. انا مادام اننا غادي نديروا الكريمه الحامض، هنا خديت واحد حامضه قشرت لها داك القشره الصفراء ونسمت بها الكيك. وهنايا غادي نديرو جوج كيسان عامرين ديال العنبه ديال الطحين. الكاس الاول انا غربلو مع الساشيه ديال 7 غرام. حنايا غادي نحتاجو واحد 14 غرام ديال الخميره هكاك الحلويات. الساشيه الاولى ضفتها في الكاس الاولاني، ودابا غادي نضيف الكاس الثاني مع خماره 7 غرام، ونحاولوا دائما نغربلو الطحين تدريجيا. انا واخا كنقطع الفيديو كنخدم على خاطري باش ما نهبطش داك البيض، وحتى ندخلوا ليه داك الطحين. هنايا تاخذوا المول اللي عندكم. انا عندي هذا المول اللي فيه واحد الحفيره اللي غادي تجي فيها هذيك الكريمه. دائما نرفعوا الكيك ديالكم باش هكا كنخرجوا منه داك الهواء وكيجينا رطب. هنا راه شعلت الفران على درجة الحرارة 180، وكتدخلوا الكيك ديالكم، حاولوا تضربوا به شوية هكا. أول حاجة كيستوي المستوى ديالو وكيخرج لينا داك الهواء، وندخلوا الكيك ديالنا حتى يطيب. وندوزو هنا نوجدوا الكريمة اللي هي اقتصادية، غنديروها غير بالحليب والنشا. هنا درت واحد تقريبا جوج كيسان ديال العنبة ديال الحليب، ودرت ليهم واحد ثلاثة المعالق ديال السكر، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال النشا. وهنا حاولوا تخلطوا هذا الحليب مع النشا والسكر هما الاولين حتى تاكدوا بان تخلطوا لكم مزيان. وعاد غادي نهزوا نحطوا فوق البوطه على عافيه مهيله، ونوقف عليه حتى يعقد ليا الخليط.
قبل نسيت، قبل ما نحطو راني ضفت واحد حامضة معصرة باش يخرج لي داك لوغو ديال الحامض. ما تخافوش تقولوا الحامض مع الحليب غادي يتكلل لكم. مجرد انني خلطته وحطيته فوق البوطة وبديت كنحركو، راه ما تخافوش ما يطرى ليه والو. الكريمة ديالنا من بعد ما عقدات ضفت لها واحد شوية ديال الزبدة، ضروري هاد الكريمة ما توجدوهاش حتى تخرجوا الكيك ديالكم من الفران حتى يبرد لكم وديمو ليه وتخرجوه من المول. وهنا غادي نضيف واحد النكهة ديال الحامض، مركز هذا ديال الحامض كيعطينا اللون وكيعزز لينا داك النسمة ديال الحامض. وهنايا ضروري نوجدوا الكيك والكريمه، حتى هي ما تكونش، نوجدوا الكريمه من بعد ما يطيب لينا الكيك باش ما تعقدش لينا الكريمه. مباشره من بعد ما طيبناها هنا راني غادي نسقي كما ذكرت لكم الكيك ديالنا، غادي نسقيه بالحامض، بالعصير الحامض. انا الصراحه ما كانش عندي، خديت غير الليمون وغادي نسقيه مزيان. حاولوا تاخذوا وقتكم تتسقيوه مزيان من الجوانب باش ما يجيوناش ناشفين. صافي هنا غنهز الكريمه ما حدها سخونه باش ما تقصحش لينا، وغادي نقادها على هذا الكيك. صافي هنا غادي نخليها تبرد، الجو بارد ما نحتاج لا ندخلها الثلاجه لا والو، انا حطيتها غير حدايا في الكوزينه حتى بردت ليا. وتزينوها ان شاء الله بالطريقه اللي تعجبكم. نبارطاجي معكم الطريقه باش زينتها، شكل بسيط الكيك تفرحوا بها وليداتكم، تيبغيو يدخلوا من المدرسه يلقاو شي حاجه. انا شاركت معكم اي حاجه هكا كنوجدها للكوتي الوليدات، يدوزوا بها الكوتي ديالهم او الافطار، وقت ما يبغيو شي حاجه حلوه اللهم نوجدوها في الدار. كيك اقتصادي ان شاء الله، نتمنى تجربوه ويعجبكم. خليت لكم الصحة والهنا الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش بالتشجيع منكم، واحد اللايك ان شاء الله. خليت لكم الصحة والهنا.